افتتحت كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس الكاثوليك المنتدى الإقليمي الثاني لمبادئ التعليم الإداري المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان ممارسة إدارة الأعمال بمسؤولية عندما تصبح الشركات مواطنين. وقد منح مؤتمر دروعا تكريمية لكل من رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة اللبنانية للإحتال سيد الظاهر، ونائب رئيس جامعة لياج في بلجيكا البروفيسور ألبرت الداحي. الخبر لا يصنعه رجل بالضرورة، وحتى إن كان رجل سياسة أو رجل أعمال، الخبر قد يصنعه طفل أو امرأة من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة، قد يصنعه العامل أو رب العمل، المواطن أو الأجنبي المقيم، الدولة أو المجتمع المدني. كما أكد المتحدثون أن دور المؤسسات التعليمية هو توفير التعليم المتجدد بالإضافة إلى تسليط الضوء على القيم الأخلاقية التي تشكل حجر الأساس لتحقيق كافة الأهداف.